معكم. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم جواد من مقهى فن السابع. سنوجه واحد رسالة صاحب الجلالة محمد السادس بصدر هذا القرار اللي خداو بإغلاق ديال فن السابع بدون وثيقة رسمية، لأن تدلي بأن حنا غادي الإخلاء ديال المقهى. حنا تنطلبوا من السلطات ياخذوا على الاعتبار في هذا الشيء هذا، بأن راه كاين الناس اللي هما متضررين بزاف. يعني حنا تكرفسنا في الأول في كوفيد، سالينا من كوفيد، جالينا عاوتاني شي حاجه اللي هي اكثر من كوفيد، هي اغلاق فن السابع، اللي هي الفن السابع اللي هو عنده تراث وعنده تاريخ وبلاصه اللي ثقافه فيها الناس اللي تيجيو فيها الممثلين، تيجيو فيها الناس ديال الاحزاب، جميع الاحزاب دازوا عندنا هنايا، يعني الكتاب هنايا. تطلبوا من السلطات هادو اللي خداو هاد التدابير هادو بانهم هما اللي اغتنموا الفرصه بانهم مع الخمسه ديال الصباح تيجيو لهذا المكان هذا تيفرعوا على البلاصه هذه باش يدخلوا باش يهرسوا الكوزينه. يعني ما كاينش شي حاجه اللي هي قانونيه، يعني ما كاينش الفوضى في البلاد. يعني اللي غادي تاخذ واحد التدابير قانونيه خاصك تجي لنا واحد الورقه رسميه بان كاين اخلاء ديال المكان او افراغ. حنا دابا 30 بيرسون اللي هي تشردات، يعني 30 واحد اللي خدامه في المقهى ديال فن السابع، اللي هي راه شي حاجه اللي هي مهمه في العاصمه. اول حاجه اللي هي تيجيو لها جميع التوريست اللي تيدخلوا للعاصمه، اول بلاصه تيدخلوا للجي بي اس، تيدخلوا للفيسبوك، تلقاو بان كاين مقهى فن السابع اللي هي بلاصه اللي هي مهويه بعيده، دايرين التباعد ديالنا، جميع التدابير ديال الاحترازيه على المرض ديال كوفيد. درنا جميع التدابير ديالنا، احتياطات كذا، يعني ما خليناش حنا واحد السبب اللي هو يجيو بانهم يغلقوا لنا، واش على السبب ديال اكتضاد او كاين شي حاجه اللي حنا باقي ما عرفناش. كاين شي واحد اللي تيكون هو خدام تيجي يوقف عليه تيقول له سد، والسد راه خصك تعطيني واحد الوثيقه رسميه. يعني غير هذا السبب هذا باش تجي انت، يعني انتقام هذا للفن السابع، يعني بغيتو نتوما تحيدوه من 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 من, من الخريطه في العاصمه. يعني هاد الناس هادو راه تيجيو له منين؟ فنانة تيجيو له من الدار البيضاء، تيجيو من طنجة، تيجيو من تطوان، تيجيو من مراكش، جميع المدن المغربية تيجيو له الفن السابع. يعني باش تدخل انت الخمسة الصباح وتجي انت كمسؤول باشا ولا رئيس ديال واحد المصلحة، يمكنش لك دير واحد الاختيار اللي بحال هكا تدخل وتهرس وتريب العباد الله المقهى ديالهم. انا اجي جيب لنا وثيقه رسميه وقول لنا باننا غادي نشوفوا لكم شي بلاصه ولا غادي نسدوها في خطره. هذا هو المشكل. يعني تنقولوا حنايا بحال اللي سديتوا الودايه، سديتوا جوري نوي باليما، يعني هاد الناس فين غادي تجي للعاصمه؟ يعني لا بروميير ديال لي كافي اللي هي كلاسيا، لا بروميير هي الفن السابع. يعني كيوميا تيجيو عندنا لو كليون تيسولونا واش غادي تحلوا ولا باقي ولا شنو داروا معكم. حنا يوميا تنمشيو في الترونسبور ترجع في الترونسبور، يعني بدون نتيجه. يعني ها هما الناس يوميا واقفين حدا الباب، يلا تيبغيو يدخلوا يخدموا، تيتم جاي الرئيس هاد السيد ديال الباشا، الباشا ديال هنايا ديال شارع بن عبد الله، تيجي تيقول لك لا ما خصكمش تخدموا، خصكم تحبسوا. ولكن عطينا واحد الوثيقه رسميه باننا حنا غادي نديروا المغادره ديال الفن السابع، وحنا حتى شي واحد ما سخاب هذا الفن السابع. يعني الناس ضاربين 30 عام 25 عام، كاين اللي 12 عام، كاين اللي 6 سنين، كاين اللي 7 سنين، كاين اللي مسكين هنا ولات عنده فن السابع بحال دارو. يعني مي تيجي الصباح هو خدام تيمشي تيجلس مع وليداتو، تيرجع يجلس مع الناس اللي في الخدمه اكثر من اللي تيجلس مع ولادو في الدار. يعني تنطلبوا من هاد السلطات ياخذوا واحد التدابير ديالهم هما يكونوا قانونيين. يعني صاحب الجلاله ما يمكنش له يشوف هاد الناس هادو تشرد، وصاحب الجلاله راه تيحب الفقراء وتيحب الناس المواطنين كاملين، وحنا تنعتزوا بصاحب الجلاله والاسره الملكيه، وتنشوفوا بان هاد الشيء هذا خصو يوصلوا هو بالذات. يعني حنا ما تيقدينا حتى شي واحد، لا رئيس حكومه ولا باشا ولا عامل ولا هذا، ما عندوش واحد لي كونتاكت مع المواطن. حنا اي حاجه الرساله تنصيفطوها صاحب الجلاله محمد السادس، هو اللي تياخذ التدابير ديال هاد الشيء هذا. وحنا تنطلبوا من هاد الناس هادو اللي تيشوفوا هاد البرنامج يوميا تيوقع، خاصهم يوصلوا الرساله للي مسؤولين، خاصهم يوصلوا الرساله لهاد هاد الرئيس ديال الجماعه والعامل وهادشي اللي مسؤولين على هاد المقاهي وهذا. يعني حنا قهرتونا في كورونا، سدينا التعويضات ما تعوضنا ما والو. يعني هاد الناس كلهم اللي هنا في هاد المقهى في السابع مضرورين. يعني انت شنو تيجلس في دارو جالس حدا مرتو، ما يمكنش شنو غيبدا من ازيرو، ما يمكنش يبدا عاوتاني من ازيرو، تيسالوه الناس عنده التزامات بانه خصو يخلص كريديات ديالو، كاين الناس اللي ما
ما عندهاش ما تاكل حاليا دابا. وعندنا الناس اللي هما كاين شحال من وحده حامله معانا هنا دابا الا جلست في الدار غادي تاكل مسكينه ولا هذه راجلها ما خدامش. يعني تنشوفوا هذا الشيء هذا في المغرب ولا تيقتلوا المواطن ماشي تيحيوا المواطن يخليوا له واحد لانترفونسيون ديالو فين يخدم فين يدير وهذا غادي تيقطعوا لك جناح وتيخليوا لك جناح. توصلوا هذه الرساله صاحب الجلاله الله ينصره هو اللي عندنا في هذا المغرب هذا وشكرا من هذا المنبر.